يعني ايه دار الاسلام ودار الكفر او دار الحرب؟ شوف يا سيدي، دعنا نتفق الاول على ان يعني لا يصح ان احاكم الاديان الا بنصوصها. تجيب لي نص في القران او في السنه بيقول انتم يا مسلمين داركم اسمها دار اسلام وباقي العالم اسمه دار حرب. إذا كان والله القرآن قال كده أو السنة أو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فعلا يبقى الإسلام ده دين قتال. ما فيش، لم يرد هذا التصنيف، لم يرد على الإطلاق، لكن هناك لا في القرآن ولا في السنة.